كيف ما قلت لكم منذ حين، الليلة حاضرين معنا ثلاثة من أكبر فناني المغرب الكبير. أولهم c'est un grand artiste, une star internationale, celui qui a créé et révélé le rail du monde entier, inauguré la Star Academy Maghreb, lui revient de droit سيداتي سادتي تفتحار على الشاب خالد. شكرا لك، مساء الخير، مرحبا بك خالد، واهلا بك في اول تعالي اول ستار اكاديمي مغرب. مرحبا بك واهلا بك في اول ستار اكاديمي مغرب. سي ان مومون تري فور سو سوار بور نو توس، وليك انت ايضا ربي يخليك. مرحبا بك مره اخرى. شنو جديدك؟ شكرا. شنو جديدك في العالم الفني؟ الجديد في العالم يعني لازم الواحد يكون يعني المهنه تاعي فنان، لازم نصير في الفن. وش حبيتيني نقول لك؟ يعني هي الواحد يعني كيكون كيما كنت نقول، يعني الواحد كيكون فنان ومولوع بالفن والناس يحبوه كثير، يعني وهذه التصفيقه الحاره وكل شيء هو اللي يساعد الفنان. يعني الفنان لازم كيكون يعني كل البرايس اللي عملتهم وديتهم وخديتهم والديسك الذهبي او يعني المشكله هي الواحد يعني تعرف ويستعرف، يعني لازم الجمهور يعني يحبوا لازم يمدلوا يعني الشيء مفروغ منه. شكرا لك خالد على حضورك، ابقى معنا.